يا كابتن صبري، مساء الفل والف مليون مبروك التعادل اليوم امام النادي الاهلي. حبيبي يا كابتن كريم، الله يبارك فيك، ربنا يخليك يا كابتن. الاداء اتفضل حبيبي يا كابتن، مع حضرتك. الاداء النهارده كان رائع منك انت فرديا وجماعيا من الفريق بشكل عام يا كابتن صبري. حبيبي يا كابتن كريم، ما تسلمش منك والله. بنحاول نجتهد يعني قد ما نقدر، والفرقه كلها بصراحه عملت اللي عليها وزياده، مش الماتش ده بس والله يا كابتن. خلال الفتره اللي فاتت كلها احنا ماشيين بمستوى كويس، الفرقه كلها والله. انت قبل ما تخش على التليفون، ما اعرفش سمعتها ولا، بس قلت ان الجونه عامل مسيره لحد دلوقتي في الدوري هي فوق التوقعات كمان. انتوا عاملين اداء رائع جدا، واتكلمت عنك انت تحديدا ان انت كل ما الناس تقول صابر رحيل خلاص تقدم بيه العمر، صابر رحيل مش هيعرف يدي اكتر من كده، تبقى افضل لاعبي فريقك طول الوقت، سواء دلوقتي او حتى مع الاتحاد وقبل كده مع الاهلي والزمالك، فمستوى رائع جدا يا كابتن صبري. حبيبي يا كابتن كريم والله، ما تحرمش منك، وشكرا على الكلام الحلو ده. الواحد بيجتهد وبيعمل عليه وبيشتغل. حته بقى السن دي ملهاش علاقه والله، صح. الكوره بتفرق بالمجهود، ما بتفرقش بالسن. صح، لعيبه كبيره بتلعب في انديه كبيره وفي كل حته بيشتغلوا وبيعملوا عليهم، فدي ملهاش علاقه بالسن خالص. طيب يعني ايه اللحظه اللي النهارده كانت المباراه حسيتوها صعبه عليكم؟ يعني انتوا بدايه المباراه على غير عاده الكابتن علاء عبد العال في المباريات اللي زي ديت الاهلي والزمالك ما بيقعدش، يعني دايما بيدافع اكتر منه يهاجم، لكن انتوا النهارده كنتوا بتضغطوا عالي على النادي الاهلي من اول دقيقه، وكنت في مناطق النادي الاهلي من اول دقيقه. ايه اللحظه اللي كانت صعبه عليكم رغم البدايه الجيده جدا بالنسبه لكم؟ اللحظه الصعبه اثناء الهدف، كنا عايزين نعوض، فده كان من اللحظات الصعبه في المباراه. اخر 10 دقائق في المباراه برضو بعد الطرد دي كانت الوقت الصعب قوي اللي عدى في المباراه، يعني عندنا طرد، الاهلي ضغط عايز يكسب، واحنا في نفس الوقت عايزين نحافظ على المباراه، فده كان اكثر وقت صعب في المباراه بالنسبه للعيبه. يعني عندنا لعيبه كتير صغيره، لعيبه كتير اول مره تلعب دور ممتاز، صحيح، خبراتها قليله، بس هيبقى لهم مستقبل كبير يا كابتن. يعني عندنا كام لعيب هيبقى لهم مستقبل كبير ان شاء الله في الفتره اللي جايه في الكوره. فده يعني من يعني الخبرات اللي بنديها للعيبه، احنا كلعيبه كبار كجهاز فني كابتن علاء والجهاز الموجود، فده مخلي يا كابتن الحاله كويسه، بنحاول نخلي اللعيبه دي لا ان شاء الله تبقى في حته كويسه ان شاء الله الفتره اللي جايه. علاء، الكابتن علاء عبد العال قبل المباراه وبعد المباراه، قبل المباراه بيقول لكم ايه وبعد المباراه قال لكم ايه؟ عشان سمعنا بعد المباراه قال لكم ان احنا ضيعنا الفوز النهارده. هو ده فعلا، ده بعد المباراه ده خلى احنا يا جماعه النهارده ضيعنا الفوز، انا مش مبسوط، بس الحمد لله ان احنا ما خسرناش برده. لا قبل المباراه كان مهيئ اللعيبه نفسيا كويس جدا، بيتكلم معاهم باسلوب كويس جدا، لا احنا فرقه كبيره، انتوا لعيبه كبيره، اللعيبه عندكم لعيبه خبرات موجوده، عندكم لعيبه صغيره في السن حاجه وتشيل الفرقه. هو كان مهيئ اللعيبه نفسيا كويس في المباراه، مش والله يا كابتن مش المباراه دي بس، النادي الاهلي طبعا نادي كبير، كل المباريات اللي فاتت لا احنا ماشيين بخطه كويسه وخطه ثابته، فهو بيهيئ كل مباراه اللعيبه نفسيا قبل المباراه. عظيم جدا، بيشتغل شغل كبير قوي كابتن علاء بصراحه، وشغله باين على اللعيبه في الملعب. يعني عظيم جدا. انا دلوقتي بقى عايز اسالك سؤال كده، ايه بره المنهج، بعيد عن فرقتك وبعيد حتى عن النادي الاهلي، انا اسال كابتن صابر رحيل الظهير الايسر المهم جدا في الدوري المصري على مدار سنوات وخبرات عديده جدا، وانت في الملعب النهارده عشان كنت لسه بتكلم عليه، ايه رايك في كريم الدبيس؟ يعني انا بقول انه لاعب واعد جدا للنادي الاهلي ومنتخب مصر، هل ده نظرتك ليه انت كبقى مركزك شفته بنفس المستوى ده؟ لا طبعا لعيب كبير ولعيب هيجي منه، بس مع الوقت والناس تصبر عليه. عظيم. وبرده يا كابتن عايز اقول حاجه، يعني انت برده علي معلول ما شاء الله ماشي بشكل كويس، صح. فما ينفعش ان انا اول ما ادي لكريم اديله واقيمه زي علي. مظبوط، ما ينفعش، لازم اصبر عليه. مظبوط، اصبر عليه عشان الناس تاخد منه. واحد عنده 20 سنه وواحد عنده 33 سنه، ففي فرق خبرات كبير قوي. بالظبط. انا لما اجي ادي لكريم الدبيس لازم اصبر عليه وما قيموش قوي ان هو لازم يبقى زي علي، اول ما ياخد لازم يبقى زي علي. صحيح. علي طبعا لعيب كبير ولعيب دولي، لعيب في النادي الاهلي بقاله سنين وعامل يعني ارقام كبيره قوي، فلازم كريم الناس تصبر عليه شويه. عندك حق، بس هيجي منه، هو لعيب كبير فعلا زي ما انت قلت، ولعيب هيجي منه ولعيب هيشيل، هيبقى له يعني مستقبل كبير في مصر ان شاء الله. كابتن صابر رحيل لاعب فريق جونه، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، واحمد اللاعبين المهذبين جدا المجتهدين جدا. والله بص انا بحترم اللاعب اللي بص ده كان بيلعب في الزمالك، كان بيلعب في الاهلي، ما خرجش من الزمالك والاهلي وقال لك لا بقى كده كفايه بقى، انا ما اعرفش العب غير في الليفل ده بتاع الزمالك والاهلي. اي فريق يروحه صابر رحيل بصراحه مؤثر جدا جدا جدا، وبيشتغل يعني برضه في لعيبه لما بتتقدم بيها العمر يقول لك انا عايز اللي يسندني، يعني فاهم اللي هو انا عايز مجموعه لعيبه جامدين قوي في الملعب، فتمام سندني اديك مثال، يعني
احمد فتحي مفيش خلاف ان واحد من اعظم اللاعبين اللي جم في تاريخ كره القدم المصريه، بس احمد فتحي مع التقدم في العمر لما يبقى معاه تشكيل بيراميدز لا يسنده تمام، نسند بعض يعني، لكن صبري رحيل المجموعه زي ما هو قال كده صغيره في السن، فان هو يقدر يؤدي وبشكل رائع كده فحاجه بصراحه تستحق يعني كل التحيه.